Yes, number one, we visited or has visited or have visited or visited London many times. Yes, نور الدين. إيش الإجابة الصحيحة؟ Have visited. Has, very good. Have visited. طيب نجي الآن نفهم إيش سبب اختيار هذه الإجابة عشان تكون هي الإجابة الصحيحة. لأنه أول حاجة عندي هنا we، تمام؟ فنحن نختار have مع الwe، لأنه الwe والthey والyou هذا الضمائر يجي معاها have، أما اللي هو she وhe وit يجي معاها has. I, they, we, you يجي معاها have. She, he, وit يجي معاها has. نجي أيضا للزمن، لاحظوا معي هنا لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق. بما أنه لم يتم تحديد الزمن بشكل دقيق لزيارات لندن، هنا نستخدم أو نختار زمن المضارع التام في الجملة، لأنه في زمن المضارع التام أنا أقول الجملة بدون ما أذكر الزمن بشكل محدد أو أذكر الزمن المحدد اللي صار في هذا الحدث. هذا هو الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط. الماضي البسيط إنه يعطيني الوقت بشكل محدد، فيقول لي مثلاً yesterday, last year, last month, last week، يحدد لي تاريخ، لكن هنا ما حدد التاريخ، قال لي إيش؟ many times. عشان كذا أنا ما حختار visited اللي هو ماضي بسيط، لا راح أختار مضارع تام. كيف تكوين المضارع التام؟ have أو has زائد التصريف الثالث من الفعل، يعبر عن إيش؟ فعل حدث بالماضي وهذا الفعل لم يتم تحديد اللي هو حدوثه بشكل دقيق، فقط حدث بالماضي بدون تحديده بشكل دقيق متى حدث بالضبط. إذا have visited. أوكي. Have you ever been ولا are ولا where to Japan؟ هل ذهبت سابقا إلى اليابان؟ كيف حقول هذه الجملة باللغة الإنجليزية باستخدام زمن المضارع التام؟ Have you ever been ولا are ولا where ولا be؟ تقدرون تكتبون الإجابة بالدردشة، ممتاز. نعم been. أوكي، وطبعا تنطق been بالأمريكي وبين بالبريطاني. المهم إذا been ليش؟ لأنه أنا في التصريف في الفعل المضارع التام قلنا راح أختار التصريف الثالث للفعل. وإيش هو التصريف الثالث من الفعل be؟ الفعل المساعد be، verb to be، been. تمام been، فبين هي الفعل المساعد اللي حيكون حاضر معي في زمن المضارع التام، فاختار been لانه هنا عندي have، فhave تدل على انه السؤال هنا بايش؟ بالمضارع التام. have وhas هذه افعال مساعده تساعدني في تكوين زمن المضارع التام. طيب اذا بما انه في have وhas، اذا هذا السؤال بزمن المضارع التام لازم اختار الفعل بالتصريف الثالث. إيش التصريف الثالث من is وآر وآم؟ التصريف الثالث been. طيب John at ولا has eaten ولا eat ولا have eaten cheese last night؟ لاحظوا معي تم تحديد زمن last night. طيب إذا إيش حستخدم بما أنه تم تحديد زمن معين؟ ممتاز، very good. at طبعا ما رح اختار eat لانه eat مضارع، اما ايش الماضي من eat؟ at. وليش استخدمنا at؟ لانه زي ما قلت لكم هنا عندي زمن محدد. اتمنى انكم تكتبون هذه الملاحظه على هامش، انه اذا لم يتم تحديد اللي هو الزمن في الجمله، زمن محدد في الجمله، هنا راح اختار الفعل بصيغة المضارع التام اللي هو have أو has زائد التصريف الثالث من الفعل. أما إذا كان تم تحديد الزمن في الجملة فقال لي last night, last day, last year, last month, yesterday، هنا أختار إيش؟ الماضي البسيط، يعني الفعل بالتصريف الثاني. طيب إيه؟ why don't we order
ordered orders a pizza. طيب ايش رايكم هنا الجمله باي زمن؟ طب ما حلينا دي بس راح نرجع لها. الجمله او السؤال بزمن المضارع البسيط. كيف انا اعرف انه الجمله بزمن المضارع؟ لانه هنا عندي دو، ودو مضارع، تمام؟ دو تدل على انه الجمله بالزمن المضارع. اذا بما انه الجمله بالزمن المضارع حختار اي فعل؟ حختار الفعل بالزمن المضارع. اي فعل من هذه الافعال المكتوبه بالزمن المضارع؟ الفعل الثالث. الفعل الثالث، لا مو الاخير. طيب واعطيكم ايضا نقطه مهمه جدا تساعدكم على الحل في الاختبار، وهذا التريك اخذوه واحفظوه وحطوه حلق باذانكم. ايش هو؟ اذا شفتم دو او مشتقات دو او اخوات دو، ايش هن اخوات دو؟ دو اخواتها دو هي الام، واخواتها ديد بالماضي، تمام؟ الماضي من دو ديد. وايش كمان الاخت الثانيه لدو وايضا تجي ايضا في الزمن المضارع؟ داز. ممتاز، داز. طيب إذا شفتم وحدة من هذه الثلاث أفعال موجودة بالجملة do أو does أو did، اختاروا الفعل بالمصدر. واضح؟ إذا شفنا do أو does أو did موجودات بالجملة أو بالسؤال نختار الفعل بالمصدر. كيف يعني الفعل بالمصدر؟ يعني ما يكون معاه أي إضافة، تمام؟ ما يكون معاه أي إضافة. ليش؟ لأنه دو أو دد وداز جرد الفعل، لما تكون موجودة بالجملة أو بالسؤال تجرد الفعل، فأنا أختار الفعل اللي ما يكون معاه أي إضافة، لا يكون معاه ING ولا يكون معاه ED ولا يكون معاه S. واضحة هاي النقطة؟ إذا شفنا دو أو داز أو دد هذه الثلاث زي المغناطيس تجرد الفعل، فأختار الفعل بالمصدر حتى وإن ما فهمت صياغة الجملة وما فهمت الجملة بأي زمن، أختار المصدر. You must not. أوكي. هذا تريك ثاني. الأفعال المشروطة must, should, might, could, will. أيضاً الفعل بعد هيجي بالمصدر. يعني لازم يكون مجرد. إذا حختار أي فعل؟ الأول، الثاني، الثالث ولا الرابع؟ حطهم الرقم. ممتاز، الأول. واضح؟ ليش الأول؟ لأنه أنا قلنا لما يكون في عندي must، must فعل مشروط، والأفعال المشروطة must, will, should, could, would، الفعل بعدها يجي بالمصدر، يعني مجرد من الإضافات. إذن حختار bark. طيب نرجع لدي. Let's play a أن ولا ذا فوتبول after lunch. إيش الإجابة الصحيحة؟ هل هحط أداة نكرة ولا أداة تعريف ولا شيء؟ ممتاز، ولا شيء. ليش؟ لأنه أسماء الرياضات sport very good، أسماء الرياضات ما أحط قبلها لا أداة نكرة ولا أداة تعريف. أسماء الرياضات، وجبات الأكل، أسماء الألعاب، الشهور، الأيام، أسماء الأشخاص، ضمائر الملكية، المدن، الدول. شفتم هذه القائمة اللي ذكرتها؟ كلياتها ما أحط قبلها لا إيه ولا آن ولا أداة تعريف. طيب إذا لأنه فوتبول كرة قدم اسم رياضة، فإيش؟ ما ححط لا إيه ولا آن ولا ذا. الرياضات ما أحط قبلها لا إيه ولا آن ولا ذا ولا إيش ولا أي أداة. واضح؟ طيب نجي الآن لجي. Will he been where was ولا be able to go out with us tomorrow؟ لاحظ معي will، من شوي will ذكرتها إنها من الأفعال المشروطة. إذن الفعل بعدها حيجي بالمصدر أم راح يكون غير بالمصدر؟ إيش راح نختار؟
ممتاز. B هختار إيش؟ B الفعل بالمصدر. ممتاز يا نور الدين. إذن ليش؟ لأنه عندي will الفعل لازم يكون بعدها بالمصدر. فإيش المصدر من been, where, was, و am, و is, و are؟ been. المصدر be. إذا شفتم مجموعة أفعال اختاروا be لأنه هو المصدر اللي يجي مع will. طيب H Maria is American. Doesn't, isn't, ولا don't, ولا didn't she. كيف حكون السؤال المذيل؟ السؤال المذيل أو tag question أكونه على أساس الجملة وعلى أساس الفعل المساعد اللي موجود بالجملة. هنا لاحظوا معي إيش الفعل المساعد؟ is. تمام؟ طيب إذن is، وبما أنه الجملة مثبتة حيكون السؤال المذيل عكس الجملة. ممتاز. إذن أي إجابة حتكون؟ حتكون isn't. إذا نفس الفعل المساعد اللي يكون عندي موجود بالجملة أحطه، ومن ثم فعل المساعد وضعه بالنسبة للإثبات والنفي حيكون عكس الجملة الأساسية. إذا كانت الجملة مثبتة راح أنفي السؤال المذيل، وإذا كانت الجملة منفية راح أثبت السؤال المذيل. الرجاء عدم كتابة أي شيء خارج المراجعة في الشات، اكتبون فقط الإجابات. طيب how often or when or how long or how were you there 10 years ago. طيب أنا لما بدي أسأل عن you there، هنا يسأل عن زمن إقامة، زمن إقامة في مكان، زمن إقامة في مكان. طيب إذن هختار إيش للسؤال عن زمن الإقامة؟ ممتاز. How long بمعنى كم المدة؟ How long بمعنى كم المدة؟ طيب معليش راح أسوي ريموف لوحدة جالسة تسوي إزعاج. طبعاً أي واحد يسوي إزعاج في الحصة على طول ما في أسهل من إنه نسوي له حظر ونطلعه من الحصة. إذن how long كم المدة؟ كم المدة؟ أسأل عن المدة الزمنية ب how long. Where you there? How long were you there 10 years ago? لما بدي أسأل عن مدة الإقامة، تمام؟ مدة الإقامة هنا لاحظوا معي مدة، الإجابة مدة 10 years ago. بما أنه مدة، إذا أنا إيش الأداة اللي أستخدمها للسؤال عن المدة؟ How long. طيب Yes, Jay, we visited, has visited, have visited ولا visited last year. يلا نفس اللي حلينا قبل، إيش حتكون الإجابة؟ Last year محدد عندي اللي هو الزمن، زمن الفعل. ممتازين. Number four هختار الزمن الماضي البسيط، هختار الفعل بزمن الماضي البسيط. إذن we visited last year. عرفتم ليش اخترنا الزمن الماضي البسيط؟ لأنه حدد لي إيش الوقت، قال لي last year. فبما أنه عندي last year, last month, last week، إيش حسوي أنا؟ حختار الفعل بدون have و has، الفعل بالماضي يكون على الأغلب مضاف له ed. طيب K great betterment of an ولا the ولا nothing Giza is one of the seven wonders. طيب الهرم يقول واحد في الجيزة واحد من عجائب الدنيا السبع. طيب هنا جيزة اسم مدينة صح؟ الجيزة. ممتاز very good. ولا شيء ولا ايش حنحط؟ لانه هي اسم مدينة. أيوة هو يقول Great Pyramid of Giza. ممتازين. لأنه علم، عفوا هنا مش اسم مدينة، لا هو يقول هرم الجيزة، هرم الجيزة. فبما أنه اسم علم راح أحط ذا.
هختار ذا. طيب دائما الأعلام تكون بالكابيتال، بالحرف الكابيتال، خلاص في بالحرف الكابيتال. لما تشوفون إنه هنا في عندي كابيتال على طول اختاروا ذا، على الغالب الإجابة تكون ذا. ليش؟ لأنه الأعلام، أسماء الأعلام تكون بالكابيتال، تكتب بالكابيتال، فإذا شفتم الكلمة مكتوبة كابيتال هنختار ذا. You have graduated. Hasn't, isn't, ولا don't, ولا haven't you. سؤال مذيل يقول له أنت متخرج، أليس كذلك؟ سؤال مذيل، أليس كذلك؟ كيف حكون السؤال المذيل؟ ولاحظوا معي الفعل المساعد اللي موجود have، مختصر مع الضمير you، لكنه هو have بدون الاختصار have. قلنا أحط نفس الفعل المساعد اللي موجود بالجملة وعكس حالة النفي أو الإثبات. إذا كان مثبت حنفيه، وإذا كان منفي راح أثبته. إذا الإجابة الأخيرة haven't. واضح يكون السؤال المذيل، ممكن ما في اختيار السؤال المذيل، ممكن يكتب لك الجملة وأنت تكتبين السؤال المذيل، الجزء الأخير من السؤال. فإيش راح تسوين؟ راح تشوفين الفعل المساعد اللي موجود بالجملة وتحطينه، وتشوفين حالة الجملة من حيث النفي أو الإثبات. إذا كانت مثبتة فحنفي، إذا كانت منفية حثبت العكس. وبعدين آخر شيء حط الضمير اللي أساساً موجود بالجملة نهاية السؤال المذيل. وكذا أكون كونت التاج question أو السؤال المذيل بمعنى أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هو متخرج، أليس كذلك؟ haven't you؟ أنت متخرج، haven't you؟ أليس كذلك؟ طيب قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، كل الأسئلة هذه مفهومة كيف حليناها؟ واضح كيف تم الحل؟ إذا في أي سؤال ما وضح لكم كيف تم حله، اكتبوا حرفه عشان نرجع نشرح مرة أخرى كيف تم حله. طبعاً راح أرسل المراجعة، راح أرسل المراجعة على الجروب. طيب سي، سي مو مفهوم ليش سي كيف حلينا. طيب راح سي وبي. طيب لاحظوا معاي هنا السي. طيب راح أمسح الحل عشان يوضح. سي هو، لاحظوا معاي حددت الوقت في الجملة، حدد الوقت، قال last night. تمام، بما أنه حدد الوقت وقال last night، أنا إيش حسوي؟ هختار الفعل بالزمن الماضي بدون have أو has. هختار الفعل بالزمن الماضي بدون have أو has. فإيش الماضي من eat at؟ عشان كذا نحن اخترنا الإجابة الأولى. لما يحدد لي الوقت بالماضي، last night، last year، last month، لما تشوفون كلمة last بشكل عام أو كلمة yesterday، إذن حتختارون الفعل بالماضي بدون have أو has، فقط الفعل بالزمن الماضي. طيب و ب، هنا لاحظوا معي بدأ السؤال هو سؤال بفعل مساعد have. طيب عندي أنا have الفعل المساعد، بما أنه have فعل مساعد موجود في بداية السؤال، إذن أنا حختار التصريف الثالث من الفعل. طيب بي، بي هي الأساس للفعل المساعد إز وآر وآم. عارفين كلياتكم إز وآر وآم، حتى لو ما عندكم أي خلفية باللغة الإنجليزية أكيد سمعتم بإز وآر وآم. طيب إز وآر وآم هذه إيش مصدرها؟ يعني إيش أصلها؟ أصلها بي. طيب إيش التصريف الثالث منها؟ التصريف الثالث منها، التصريف الثالث منها been، خلاص. ونحن بالزمن المضارع التام، الأزمنة التامة كلياتها باللغة الإنجليزية إيش نستخدم؟ نستخدم التصريف الثالث من الفعل. وهذا وهذا دلائل على إنه هذا السؤال أو هذه الجملة
بالزمن المضارع التام. إذا نشوف has وhave أختار التصريف الثالث. إيش التصريف الثالث من be؟ been. واضح be؟ طيب إيش كمان واضح؟ if must، قلنا لأنه must موجودة must should، لازم الفعل بعدها يكون بالمصدر، يعني لازم يكون مجرد، يعني ما يكون مع is، ما يكون مع ed، ما يكون مع ing. must بمعنى يجب عليك، يجب عليك لإعطاء النصيحة، لإعطاء الأوامر. you must not bark، لازم يكون الفعل بالمصدر. you mustn't bark on the sidewalk، يعني لا يجب عليك أن تصف سيارتك في الممشى، أوكي؟ في الممر اللي يمشون فيه الناس اللي اسمه sidewalk. واضح ليش اخترنا bark؟ لأنه هنا must لازم الفعل بعدها بالجملة يجي بالمصدر، حتى وإن كان معاها not، كان معاها not أو ما كان معاها not ما يأثر، أهم شيء إنه الفعل بعدها يجي بالمصدر. واضح؟ خلاص الباقي مفهوم؟ طيب متى أنا أختار have أو has مع الفعل؟ مع الفعل التصريف الثالث للفعل. مثلاً السؤال الأول has ولا have؟ الضمائر we، طيب هو يقول متى إذا شفنا إيش، إذا شفنا نختار have. الضمائر we وعارفينها، إيش هي الضمائر حقات الجمع؟ ويو، طبعاً يو معناتها أنتم، فهي خاصة أيضاً بالجمع. وأيضاً الضمير they، طيب they هذه الضمائر، طيب لو شفتوها. وأيضا الضمير I، هذه الضمائر الأربعة إذا شفتوها. وكان ما في last night last year، يعني زمن غير محدد، الزمن غير محدد في الجملة، فإيش حنختار؟ حنختار have. طيب لو شفنا اللي هي ضمائر المفرد she، وأيضا عندي he، خلاص، وit، it. إذا شفنا هذه الضمائر، هذه ضمائر المفرد، إذا شفناها it، عفوا كذا تنكتب it، أختار إيش معها؟ has. إذا شفناها بدون ما يتم تحديد الوقت في الجملة، يعني بدون ما يكون في كلمة اللي هو have، وبدون ما يكون كلمة last، كلمة last، لأنه لما يحط last يعني حدد الوقت، لما ما يحدد الوقت الضمائر هذه أختار معاها هاز والفعل بالتصريف الثالث، وشي وهي وإت أختار معاها هاز بلاس الفعل بالتصريف الثالث. واضح؟ طيب ننتقل الآن للي هو correct the grammar errors in the sentence. The bullet train isn't as fast as the airplane. طيب الآن أنا الصفة، أوكي، راح أساويها وأحطها بحيث إنها تكون متماشية مع السياق. طيب هنا لاحظوا معي إنه عندي fast. fast عشان أنا أستخدمها في المقارنة تظل زي ما هي لما يكون عندي المقارنة متساوية. لما نشوف as وas الصفة تكون زي ما هي، ما حضيف لها ولا أي إضافة. طيب فنحط fast زي ما هي. إذا تصير الجملة the bullet train isn't as fast as the airplane. لما نشوف as صفة، as الصفة تظل زي ما هي بدون ما نضيف لها أي إضافة. They eat Thai food. Thai food, yes. They eat. طيب بعدين هنا الفعل إيش حنعدل على الفعل؟ كيف حيصير الفعل؟ ممتاز. حنجيب الماضي من الفعل. لا، الماضي من الفعل.
كيف طيب الماضي من الفعل eat؟ at. طيب number three, how have you played football since last summer؟ طيب هنا عندي how، بس إيش هحط مع how؟ how have you played football؟ ممتاز. how إيش؟ long، بعدها حط how long. how long يعني كم لك مدة وأنت تلعب كرة القدم. زي ما قلت لكم لما يكون عندي الإجابة تاريخ هنا since last summer فححط how long بمعنى كم المدة. my mother asked me، طيب asked me help، لكن help راح أضل زي كذا ولا أقول asked me إيش؟ أجيب ال infinitive من help to help her، to help her. الانفينيتيف اني احط to زائد الفعل بالمصدر، زائد الفعل بالمصدر. هنا لاحظوا معي my mother asked me، asked me يعني طلبت مني. طيب انا لما بدي اجيب الفعل اللي هو asked me او الفعل الاخر told me لازم يجي بعدها اللي هو infinitive. كيف الانفينيتيف؟ الانفينيتيف يكون to زائد الفعل بالمصدر. اذا امي طلبت مني ان اساعدها، كيف اقول هذه ان؟ ان معناتها to help her. طيب Alex drives good، هنا يبغى الحال، ايش الحال من good عشان انا اوصف الفعل؟ ممتاز. اذا well الحال الغرض منه وصف الفعل، يعني كيف كان الفعل. Alex drives ish well يعني يقود بشكل جيد. اذا drives well، Alex drives well يقود بشكل جيد. ايش الحال من good؟ good من الصفات الشاذة، اجيب منها الحال بتغييرها بالكامل، فهذه تحفظ انه الحال من good well. كيف اعرف انه هو يبغى الحال؟ اذا حط لي فعل هنا فعل لازم بعد الفعل يجي الحال، فأحط الحال من good well. طيب عند الآن هنا سؤال when have you played football؟ فهنا عندي الإجابة since I was 10. طيب when إيش؟ كيف أقول منذ متى؟ منذ متى؟ ممتازة. since، إذن since when، since when since have you played football since I was 10. طيب 7 planes tickets are the expensive، عندي هنا expensive صفة طويلة أم إنها قصيرة وإيش أحط قبلها؟ ممتاز. إذن the most expensive، إذا كان عندي صفة طويلة تمام وبدي أقارن باستخدام هذه الصفة الطويلة فأحط قبل الصفة الطويلة the most، وإذا كانت قصيرة أضيف لها est. ممتاز. إذا لأنه هنا عندي صفة طويلة طيب ومقارنة مطلقة فأحط the most expensive. طيب I have known Julie، طيب عندي هنا since 10 years، كيف هخلي since زي ما هي ولا راح أغير فيها؟ I have known Julie for، ممتازين. ليش for؟ لأنه عندي هنا ذكر كل المدة، كل إيش المدة، فأختار for 10 years مدة 10 سنوات. طيب
Portuguese speak by people in Brazil. بدي أقول إنه اللغة البرتغالية يتم التحدث بها من قبل الناس في اللي هو البرازيل. أبغى أجيب اللي هو المبني من المجهول المبني للمجهول من speak. كيف أجيب المبني للمجهول من هذا الفعل؟ أول شيء أحط الفعل المساعد اللي يناسب زمن الفعل الأساسي. هنا عندي speak ماضي، تمام؟ عفوا حاضر. إيش الفعل المساعد اللي يناسب الحاضر؟ is. طيب وأجيب التصريف الثالث من speak. إيش التصريف الثالث من speak؟ spoken. spoken. عشان أنا أحول الجملة لمبني لمجهول، المبني للمجهول إيش أسوي؟ أحط الفعل المساعد، أوكي؟ اللي هو بناءً على زمن الفعل الأساسي. هنا عندي speak مضارع. إيش الزمن المساعد أو الفعل المساعد بالزمن المضارع؟ is are وam. إذن هنا عندي Portuguese مفرد، بما أنه مفرد أختار is ما حختار are. طيب وأجيب التصريف الثالث من الفعل speak، التصريف الثالث منها spoken. إذن is spoken by people in Brazil. طيب the downtown area is usually noisy، وهنا عندي than. شوفوا لما تشوفون كلمة than اعرفهم هنا المقارنة بين طرفين، يعني إما حضيف للصفة ER لو كانت قصيرة، أو حضيف قبل الصفة more لو كانت الصفة طويلة. كيف أحدد إذا كانت الصفة طويلة أو قصيرة؟ أحدد بناء على عدد حروف الكلمة. إذا كانت الصفة تحتوي على أكثر من 5 حروف فهنا هذه الصفة صفة طويلة. إذا كانت الصفة 5 وتحت إذن هذه قصيرة. طيب لاحظوا هنا 5 حروف إذن قصيرة، إيش نسوي؟ نضيف more قبلها ولا ER نضيف لها؟ نضيف لها ER. وقاعدة إملائية بالنسبة للواي، بالنسبة للواي دائما لما بدي أضيف واي، لما بدي أضيف أي إضافة الكلمة تحتوي على حرف الواي نهايتها أحول الواي إلى I. خلاص لا تنسون هذه القاعدة الإملائية، أحول الواي إلى I، بس الواي، وبعدين أضيف ER لأن الصفة قصيرة، إذن عشان أقارن أضيف لها ER. خلاص إذا انتبهوا معي على المقارنة، كيف أنا أعرف أنه مقارنة؟ وجود ذان، وجود ذان بمعنى من. فإذا كانت موجودة ذان بالجملة هنا عندي خيارين للحل، إما أضيف ER للصفة أو أضيف قبلها more. إذا كانت الصفة طويلة ما تحتمل إني أضيف لها أي حروف زيادة، خاص هي مكتفية هي طويلة، إذا إيش أضيف قبلها؟ more. وإذا كانت قصيرة ما في مشكلة إني أضيف لها suffix ER. واضح؟ نجي لي clean. My hometown has the. إذا كان في the إذا هنا مقارنة مطلقة، إذا إما حضيف للصفة EST أو الخيار الثاني the most، ومو بس most لا the most، ممكن most ذا تكون أساسا موجودة في السؤال، فحضيف most. الصفة الطويلة قبلها the most والقصيرة أضيف لها EST. طيب هنا ما في than، أنا قلت لكم إذا في ذان حضيف إما ER أو more، لكن إما ما في ذان، إذن إيش حسوي؟ إما EST أو the most. طب الصفة قصيرة ولا طويلة clean؟ 5 وأقل قصيرة، إذن إيش حضيف لها clean؟ رح أضيف لها إيش؟ EST، فتصير cleanest air of towns. cleansed يعني الأنظف، الأنظف. فهمتم كيف نقارن؟ إذا كان في ذان إذا عندك خيارين، يا أما تضيفين ER للصفة إذا كانت قصيرة، أو قبل الصفة more إذا كانت الصفة طويلة. أما إذا شفتي ذا موجود بالجملة والصفة بين قوسين فهنا عندك خيارين، إما تضيفين EST للصفة القصيرة أو تضيفين most أو the most إذا ما كان في ذا قبل الصفة الطويلة.
طبعا هنا عندي هنحط ايش؟ هنحط when، فنقول since when. since when هذه قالب دائما since تجي مع when، فأقول since when بمعنى من متى، منذ متى. okay since when have you played football since I was 10. هذه موجود في عندكم سؤال بالكتاب زيها since when، وبعدين يتكلم عن watch ساعة أو شيء زي كذا. ف since when have you played football since I was 10. دائما القالب since when، منذ متى. طيب واضح؟ إذا هنا عندي الأسئلة اللي حليناها. في أي سؤال مو واضح كيف تم حله؟ إذا شفتم عندي الفعل asked me أو told me، خلاص تختارون to وبعدين تحطون الفعل بالمصدر. فasked me to help، والفعل الآخر اللي تحطون بعده الانفينيتيف اللي هو to زائد الفعل بالمصدر اللي هو told me. okay told me يعني أخبرني، told me أو asked me طلب مني. فهنا هذه الفعلين أجيب بعدها الانفينيتيف. إيش يعني الانفينيتيف؟ يعني ال to زائد الفعل بالمصدر. طيب ننتقل الآن لـ 12، سؤال رقم 12. الكل مركز معي وماشيين معي تمام؟ أتمنى أنه تركيزكم يظل ثابت حتى نخلص، لا تتشتتون وتشردون. Yes, the father told his children. يلا نفس الكلام اللي ذكرته توين. هنا told موجودة عندي، إذا إيش حسوي مع but؟ ممتاز يا شادية، حقول to but، أجيب الانفينيتيف من but اللي هي to زائد but زائد الفعل زي ما هو to but. إذن the father told his children to put on أو on your seat belt. الوالد أخبر أبنائه أن يضعوا أحزمة الأمان to but. طيب the hospitals in the cities are usually than. يلا أجيب الدرجة الثانية من الصفة got. إيش الدرجة الثانية من الصفة got؟ الصفة got شاذة، ليس بإضافة er أو بإضافة المور. الدرجة الثانية منها هذه تحفظ، good و bad احفظوها، موجودات بالكتاب. الدرجة الثانية منها يعني لما أشوف than حجيب وأحط better، ممتازين. وإذا لم تكن than موجودة فهنا لازم أجيب الدرجة الثالثة من God. إيش الدرجة الثالثة من God؟ best. مثلا تبغين تقولين هذه أفضل صديقة عندي أو هذه صديقتي المفضلة، best friend. إذا الدرجة الثالثة من God best. الدرجة الثانية وأحط الدرجة الثانية اللي هي better لما تكون عندي than موجودة، خلاص؟ إذا than موجودة أحط better، إذا than لم توجد وموجود ذا، ذا أداة التعريف ذا تدل على أن المقارنة من النوع المطلق، يعني بإضافة EST أو بإضافة the most قبل الصفة. لكن good و bad زي ما قلت لكم هذه صفات تحفظ شاذة. الدرجة الأولى من good good، الدرجة الثانية better، الدرجة الثالثة best. طيب وباد، إيش الدرجة الثانية من باد؟ worse يعني أسوأ. الدرجة الثالثة من أسوأ يعني الأسوأ، الأسوأ أسوأ شيء، the worst، the worst. أشهد أن لا إله. طيب نحل آخر سؤال وبعدين نوقف ونكمل بإذن الله في الحصة الجاية. طيب يلا الآن عندي يقول لي حولي من السؤال المباشر direct question إلى indirect question، حول من سؤال مباشر إلى غير مباشر. جدا سهل، بس عشان أنا أحول من سؤال مباشر إلى غير مباشر إيش أسوي؟
أضيف do you know وأحط الفعل المساعد is في نهاية السؤال. أحط do you know أو could you tell me. هذه العبارتين أحطهم في بداية السؤال، فأقول لشخص مثلاً do you know. Do you know؟ لاحظوا معي كيف الإملاء لـ do you know؟ لازم تحفظون الإملاء كمان. Do you know يعني هل تعلم؟ هل تعلم؟ هو اسمه غير مباشر، فأنا إيش؟ لازم ما أدخل على طول على السؤال وأسأل الشخص، بدي أسأله عن اللي هو متى يفتح، اللي هو إيش؟ يفتح المحل. فما أقول له على طول what time does the store open؟ لا، هذا مباشر. فأنا أحوله غير مباشر، أبدأ بعبارة أقول له do you know, do you know، بعدين أكتب زي السؤال مو مكتوب بتغيير حاجة واحدة. إيش هي الحاجة اللي راح أغيرها؟ ممتاز يا زينب، صحيح. ممكن أحط could you tell me زي زينب ما حطت، أو أقول do you know. طيب إيش الحاجة اللي لازم أغيرها في السؤال عشان لما أضفت اللي هو do you know؟ لاحظوا do you know تحتوي على فعل مساعد، ما يصير عندي فعلين مساعدة بالجملة. فهنا does فعل مساعد، أحذف does، أحذف does ورجع الاس لopen، لأنه open كانت قبل does opens. فإيش أقول what time okay the store opens، what time the store opens. طيب كذا نكون انتهينا بإذن الله، نكمل في الحصة القادمة. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.